وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل حلقه زي ما اتفقت معاكم امبارح، حلويات شرقيه. الحلويات الشرقيه النهارده انا هنعمل مع بعض، طبعا وقت ما نقول حلويات شرقيه من مصر بتبقى ايه؟ بسبوسه، ده اساسي. فاول حاجه هنعمل كذا صنف النهارده، بس اولها البسبوسه، وهنعملها من اول خطوه لاخر خطوه. طيب البسبوسه زي ما بنشتريها من المحلات دي عباره عن ايه؟ كوبايتين من دقيق السميد، كوبايتين من دقيق السميد، نص كوبايه من دقيق القبر، عشان دي النعوميه اللي بنشتريها من بره غير احنا بنعملها في البيت بتبقى حبيبه شويه، اللي بنشتريها من بره بتبقى ناعمه، فدي بنحط لها نص كوبايه دقيق او ثلاث معالق، يعني اقل من شويه ممكن ثلث. خلاص كوبايه زبادي، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره بيكنج باودر، ونص نص كوبايه من السمنه. خلاص كده يبقى كوبايتين دي سميد، نص كوبايه او اقل شويه من الدقيق الابيض، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من السكر، كوبايه من الزبادي، معلقه صغيره بيكنج باودر. طيب نيجي بقى للعسل بتاع البسبوسه. بحط حوالي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، عليهم عصره ليمونه وفانيليا، ونخليهم يغلوا على النار لغايه قولي 7-8 دقايق، بتبقى السكر بتاعها خفيف قوي، سكر البسبوسه خفيف مش تقيل خالص، تمام؟ وبعد بيخلص بديله معلقه سمنه كده قبل ما اضيفه على البسبوسه عشان يدي لمعه حلوه. خلاص احط العسل الاول على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو ايه؟ كوبايتين من السكر، دول كده كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد الغليان 7-8 دقايق، عصرة ليمونة أو رشة ملح ليمون اللي يعجبك. خلاص فانيليا برضو، بسيبها بقى تغلي لغاية ما تستوي. قبل ما تستوي في ايه بتاع البسبوسة ده بالذات، عسل البسبوسة 7-8 دقايق غليان. أنا هعمل معاكي برضو العسل التاني، ما بقلبش، شفتوا انا حاطط كله كده ما بقلبش، لاحظت ان في سكر طلع على الجناب ببدا ان انا انزله بميه. خلاص نيجي بقى نعمل الايه؟ البسبوسه كله على بعضه، مش اي حاجه صعبه. دقيق السميد، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه الدقيق الابيض او اقل شويه، مش هحطها كلها، نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، كوباية زبادي، كوباية الزبادي اللي انا معايره بيها دي السميد، انا عيرت بيها الزبادي، معلقة صغيرة بيكنج باودر، واقلب ده كله مع بعضه كده، وهوريك قوامها شكله ايه. بسيب بعد كده بقى ايه؟ بدخلها الفرن. العسل بيغلي واطفي عليه واسيبه على البوتاجاز زي ما هو، يعني بطفي عليه واسيبه. أول ما اطلع البسبوسه سخنه بيكون العسل لسه سخن، ده حاجه مهمه جدا، ده شرط اساسي في نجاح البسبوسه. واروح ايه؟ ساقياها بيها ومغطياها شويه علشان يبقى وشها طري، لو انت عايزاها وشها مقرمش مش هتغطيها. خلاص اهي بص قوام البسبوسه عامل ازاي؟ هو كده، ولا اي حاجه تاني. هقولها تاني بسرعه، عملتها ازاي؟ كوبايتين دقيق سميد، كوبايتين دقيق سميد، شوف اسهل حاجه البسبوسه عندنا دي، اسهل حاجه. نص كوبايه دقيق ابيض او اقل شويه، تلت قولي كده مثلا، يعني نص كوبايه بس مش مليان. خلاص بعد كده بقى ايه؟ نص سمنه، نص سكر، كوبايه زبادي، معلقه صغيره بيكنج باودر، هيبقى القوام بالشكل ده. انزله في الصينيه، كده وادخلها الفرن. اللي انا عملته ده يديكي مقاس صينيه، مقاس ممكن 30، يعني الحجم اللي انا كوبايتين دي السميد دول يعمل مقاس 30 او صينيتين صغيرين عشان يطلع معاكي الحجم كويس، لا هي سميكه قوي ولا هي رفيعه قوي. عندك مقاس 30 او 28. خلاص
يا باشا ادخلها بقى الفرن على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. على 180 درجه على الرف الوسطاني، على 180 درجه على الرف الوسطاني. طب الحق بقى عشان النهارده يبقى يوم كده دسم شويه، نلحق نعمل وصفه كمان، وهي هنعمل وضع الجلاش اللي هو البقلاوه، اللي هي صينيه الجلاش العاديه خالص اللي احنا يا دوبك بنحط لها بقى ايه مكسرات، ما فيهاش اي حاجه. بقلاوه مصريه شرقيه جدا جدا جدا، ما فيهاش اي حاجه غير ورقه الجلاش. اي مكسرات عندي، زبيب، جوز هند، سوداني، اي حاجه يعني، اي مكسرات عندك ماشي لي سوداني، حط زبيب وجوز هند بس، اي حاجه خلاص. وسمنه طبعا عشان الفرد. ابدا بقى احطها في الطاسه كده تسيح عشان اشتغل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، اجيب صينيه جلاش او صينيه تنفعني بقى مدوره او مربعه. طبعا الاسهل ان هي تكون مربعه بالنسبه لك، بس المدوره يعني انا حبيت الشكل التقليدي بتاعنا اللي هي الصواني المدوره. العسل بقى، انا هعمل عسل هينفعني في الكنافه، هينفعني في البقلاوه اللي انا هعملها، هينفعني في لقمه القاضي، في اي حلويات شرقيه، وان شاء الله برضو هعمله معاكم اول يوم رمضان، نعمل كميه تقضينا رمضان كله. اللي هي عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، رشه ملح ليمون، ومعلقه صغيره من ميه الورد. طبعا هعمل كوبايتين، انت تعملي ساعه بقى ما هنعوزها بتعمل كميه كبيره. انت هتقولي طب ما ده هو معيار، ده بسبوسه هي معيار الحلويات الشرقيه الثانيه. هي معيارها بس دي هتاخد مده اطول على النار. خلاص هحطها معاكم برده دلوقتي طبعا. وهنا برضو كمان في كل الحلويات الشرقية لازم يكون العسل بارد، لازم يكون العسل بارد إلا البسبوسة، هو اللي لازم يكون العسل سخن. معانا مين؟ يا ألاء، أهلا وسهلا. ألو. ألو، ازيك يا ألاء؟ الله يسلمك. الحمد لله، إيه أخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي يا حبيبتي ليك اي سؤال؟ الحمد لله. قولي اتفضلي. عايز اسالك عامل السمك المشوي. حاضر، عينيا، شكرا جدا ليكي. بصوا، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، رشه ملح ليمون بس صغنونه خالص كده عشان ما يبقاش مزز، رشه ملح ليمون، واحطها على النار تغلي. انا هنا اللي هو عسل البسبوسه بيقعد يغلي 7-8 دقايق، العسل ده بيقعد حوالي ربع ساعة يغلي، بيقعد حوالي ربع ساعة يغلي، برضو ما قلبتش. لو لاحظت كده بعد حطيت العسل إن هو في عسل طلع على الجناب، لازم بفرشة فيها مية أبدأ أنزل السكر من على الجناب علشان ما يسكرش معايا كل العسل. أجي بقى هنا كده نعمل بقلاوة بتاعتنا اللي هي عبارة عن إيه؟ ورقة الجلاش، مكسرات، والعسل، أكتر من كده برضو مفيش. حاجات سهلة جدا وبسيطة مفيهاش أي حاجة. معانا سهام، اهلا وسهلا. صباح الخير يا نوجة. يا صباح الفل، ازيك؟ صباح الخير يا عسل. الله يخليك، ازاي حضرتك؟ البسبوسه والجلاش الجميل اللي انت بتعمليه ده. الله يكرمك يا حبيبتي، الله يخليكي. يا نوجة، اتفضلي. اقول لك على طريقه القلقاس. قولي. طب اقول لك، تجيبي القلقاس. ايوه. وطبعا ما يتغسلش ويتقطع ترانشات. ترانشات. ايوه معاكي. ويتحمر في زيت. احمره؟ احمر في الزيت. انت عارفه بقى صينيه البطاطس عادي، تكوني معصجه اللحمه. العاديه معصجه اللحمه، القلقاس تحت، اللحمه في النص. ايوه. والقلقاس فوقيه، والقوطه. القوطه معصجه. والله ايه ده، دي ده قلقاس جديد ده. لا لا والله بعملها جميله. جميل جدا. طيب يعني تحمري القلقاس عادي، بتقطعيه بقى شكله ايه؟ زي البطاطس كده شرايح، بس مش ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. يعني مش صوابع ولا مكعبات. لا 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 لا، الشرايح زي البطاطس كده. طب جميل جدا، تحمريها وبعدين ايه تعمليه بالصلصه؟ في الزيت، تحمريها في الزيت. طب جميل جدا، ماشي خلاص نجربها ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. خلاص بس انا هبدا ان انا ايه بسلك كده الجلاش، وهبدا ان انا حاضر. كترش السمنه، الحلويات الشرقيه لازم سمنه، لا مؤاخذه، لو ما عملناش سمنه في الحلويات الشرقيه ما تبقاش هي.
ما نجيش بقى نعيب ونقول ايه ست البيت ما بتطلعش الحاجه حلوه زي اللي بنشتريها من بره. طب ما هو ليه؟ عشان هي مش حاطه السمنه زي بره ما بيحطوا، صح كده؟ لا والله صح. اكرم الحاجه، هو الصنايعي بتاع الحلويات بيكرمها ده، في كمان ايه بيبداوا يحطوا سمنه كتير جدا جدا وبعدين يصفوها في الاخر. تمام، انا كده بس ايه نعمل مره كده بالطول ومره بالعرض عشان تبقى الجناب زي بعضها. ماشي كده. طبعا في بيحطوا الصينيه ويبداوا يقصوا قدها كده، الطريقه دي اسهل. انا بدور على الحاجه السهله علشان محدش يتعقد ويقول لي مش هعمل. لا ان شاء الله هتعمله حاجات حلوه سريعه جدا وبسيطه اهي. بصوا كده بناخد حوالي نص ورقه الجلاش بالطريقه دي. وبعدين احط اي مكسرات عندي انا عايزاها، اي حاجه اي حاجه. مثلا ادي جوز هند، شويه زبيب، وفي ناس بتعمل بقلاوه دي ساده خالص من غير لا زبيب ولا جوز هند ولا اي حاجه. ماشي، اطبق عليها دول كده وابدا اكمل ورقه الجلاش عادي خالص نفس اللي عملته هعمله تاني. طيب انا دلوقتي هسيبكم في فاصل وهكمل النص التاني بالجلاش كده زي ما انا وريتكم دلوقتي، وهوريها لكم برده بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ويا رجاله من فاصل، طبعا خلصتها من بدري مستنيه اقطعها بس معاكم صينيه الجلاش. طبعا حلو انك يعني تخلصيها وتسيبيها شويه السمن شويه يمسك في بعضه وبعدين نبدا نقطعها. خلاص كده نيجي بقى نقطعها كده سمبوكسات زي الشكل القديم بتاعنا بالورب كده، يعني نعمله مستطيلات وبعدين ناخدها بالورب. تمام، بس وادخلها الفرن. انت خدت بالك ان انا خدت اخر ورقه ايه تنتها لجوه. تمام كده، اجي بقى هنا عشان البسبوسه خلاص هي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو اللون ده، حط الجلاش. انا حطيتها شويه بس فوق فلقيتها ايه احمرت قوي، رحت منزلها تحت عشان تبدا ان هي ايه تستوي حلو من تحت. مفيش صينية أو أي حاجة تانية. دربك المواعين. هنا العسل بتاع البسبوسة هو سخن طبعا، هو بقاله شوية كمان بحط عليه بس معلقة سمن عشان يلمع لي البسبوسة. بصوا هي سخنة، العسل سخن كده، وهغطي عليها بأي حاجة بقى، بصينية بورق ألومنيوم بأي حاجة. وهنا ده خلاص عسل برضو بتاع البسبوسة والجلاش والكنافة والجلاش ولقمة القاضي وصوابع زينب، حسبها كمان شوية صغيرة تتقل حبة صغيرين كمان بس. طيب على بقى ايه تتقل دلوقتي، هنعمل بعض الكنافة، كنافة العادية بس انا يعني عملنا جلاش بالمكسرات، نعمل بقى كنافة بالقشطة زي ما بيسموها او بالمهلبية، بس طبعا بيسموها قشطة، احنا عارفين ان هي مهلبية عبارة عن لبن ونشا بس، فبس ما بحطلهاش سكر بقى. انا مثلا عندي نص كيلو من الكنافة، كوباية من السمنة، ونص كوباية من السكر، دي الكنافة. نيجي بقى هنا المهلبية بتاعتها او القشطة بتاعتها، عبارة عن كوبايتين من اللبن، معلقتين كبار من النشا وفانيليا. خلاص كده؟ والعسل هو هو، ليه كوبايتين من السكر، كوبايتين من مية، عصرة ليمون أو رشة ملح ليمون، بيغلي لمدة ربع ساعة. طب نيجي بقى نعمل الكنافة، نص كيلو كنافة. هسيح لها كوباية سمنة.
نكمل على دي. ماشي. وهنا هحط لها هنا نص كوبايه سكر على الكنافه كده، سكر بودره او سكر عادي، شبوله اكبر عشان يبقى براحتنا. ماشي. يبقى هنا كنافه نص كيلو. طبعا الحلو قوي ان الكنافه تكون في الفريزر قبلها بيوم، وتاني يوم اطلعها بتفتف معاك، سهله جدا اكتر من الطازه. تمام كده. معانا منى، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا ست نجلاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد. انا بحبك قوي 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 يا شيخ. ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. متابعاك من زمان قوي قوي، بس يعني انا ممكن يعني مش في دماغي ان انا اعمل الحاجه، في دماغي بس ان انا اشوفك واشوف ضحكتك الحلوه دي. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك، ربنا يكرمك. يعني زي ما يكون كده يعني ادمان عندي ان انا اشوف شيف نجلاء كل يوم. الله يكرمك. انا حتى مش عايزه اعمل اي حاجه، اصحى من النوم امتى بقى تيجي شيف نجلاء؟ مش عايزاها تخلص خالص، عايزاها تستنى طول النهار على الشاشه. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك، ويا رب اديك صحة دايما. ياما بتصل بيكي مش عارفه اوصل، والنهارده وصلت بعجوبه والله، لو هقول لك اكتر من ساعه على التليفون مش هتصدقيني. يا ربنا يديك الصحه يا رب، متشكره جدا جدا لذوقك والله. طب ما فيش اي سؤال؟ طيب بحبك وبحب كل اللي بتعمليه، وبحب كلامك الحلو في الاباء الاجتماعيه اللي بتتكلمي فيها وبتناقشي فيها. ربنا يخليك يا رب. بحبك وبحب كل نصايحك والله العظيم. ربنا يكرمك، متشكره جدا جدا لذوقك. شكرا جدا، شكرا، ربنا يخليكي. بصوا كده، حطيت شويه سمنه حبه كتيره كده في الارضيه، شايفين قد ايه؟ هنا ما حطيتش غير سكر بس، انا بجيب لك اسهل طريقه، واروح حط ايه على السمنه كده اللي هنا عشان تفرد معاكي مظبوط. طبعا احنا كتير او احنا كنا بنعملها كده برضو، ان احنا نخلط الكنافه بالسمنه وبعدين نبدا نرصها، بس الطريقه دي اسهل. ممكن تعملي دي وتعملي دي، اللي يريحك. اخد نص الكنافه كده وابدا اضغط عليها. معانا مين؟ معانا آية، أهلا وسهلا. يا آية ازيك؟ ازيك يا نجلاء؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ ايه أخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. قولي لي، ليكي أي سؤال؟ ايه لا، أنا اتصلت بيكي بس عشان أقول لك شكرا على كل وصفاتك الحلوة. ربنا يخليكي يا حبيبتي، شكرا جدا يا آية، ذوقك. شكرا، كل سنة وأنتي طيبة. شكرا. بص انا حطيت ايه؟ كوبايتين اللبن، الفانيليا، معلقتين الدقيق على البارد كده، معلقتين النشا على البارد، وبعدين ابدا اقلبها. لا طبعا لو اللبن سخن لازم ندوب النشا في ايه؟ في شويه لبن صغيرين او ميه صغيرين وبعدين نحطهم، انما لو اللبن ساقع مفيش مشكله. واقلبها لغايه ما تغلي. تمام. خلي بالنا من الجلاش، ان الجلاش سريع جدا ان هو بيبوظ مننا بسهوله. انا هنا طفيت على العسل، بس هحط له معلقه ميه ورد. خلاص، اجيب بس معلقه هنا للسمنه كمان. انا عملت ايه في الكنافه؟ حطيت سمنه، دعكتها هي بالسكر، وبعدين ايه؟ اضغط عليها كده واديها شويه سمنه كمان. بس كده كفايه. اخلص بقى المهلبيه دي وهنزلها على الايه؟ على الكنافه. بس طبعا انا معايا جاهزه ثانيه، مهلبيه ثانيه جاهزه. حاضر. عشان دي تغلب راحتها بقى. هاخد المهلبيه دي كده اهي. هي هتسيح لوحدها وهتعمل شكل تاني. تمام. اخد بقى بقيه الكنافه واوزعها على وش المهلبيه او القشطه اللي بيقولوا عليها.
كده واضغط بقى هنا بخفيه شويه، ما اضغطش قوي عشان هنا في مهلبيه بقى تحتيها، بالراحه كده بستويها. اوزع كده عليها السمن وادخلها الفرن، بس لازم توزعي سمن حلو قوي علشان هي ما ايه انا مش دعكاها بالسمنه، فلازم كل منطقه كده يبقى فيها سمن كده كويس وطاش معاكي ناشفه ومحجره. تمام كده، هي بتاخد كوبايه سمنه خلاص بس كده. هبدا بقى ادخلها الفرن دلوقتي وهطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نكمل وصفاتنا، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من فاصل ونكمل مع بعض الحلويات الشرقيه، ومنها ايه؟ صوابع زينب. صوابع زينب دي عباره عن ايه؟ كوبايه من الدقيق الابيض، كوبايه من دقيق السميد، رشه ملح ورشه سكر، معلقتين من الزيت، ومعلقه خميره صغيره، وهنعجن بميه بسيطه بسيطه جدا جدا، غير مكلفه. يعني بص كل حلوياتنا بصراحه مش مكلفه خالص غير بعض الحاجات في السمنه فقط لا غير. تمام، فهنا كده نقول بسم الله. كوبايه دقيق ابيض برده، حتى العمايل سهله كمان. كوبايه دقيق سميد، رشه السكر ورشه الملح، معلقه خميره صغيره، معلقتين من الزيت، وعجنهم بميه وخلاص كده. بس عجينه ايه يعني طريه او متماسكه. طبعا فيها خميره يعني بسيبها تخمر. تمام كده، حبه صغيرين كمان. خلي بالنا بقى ايه، دي السميد بيشرب ميه كويس جدا. كده بس هي بقى تخمر بقى كده العجينه دي، وهوريها لك شكلها ايه. كده ادي عجينه طريه متماسكه، طبعا مش طريه قوي زي الزلابيه، لا طريه حلوه، طريه متماسكه كانها عجينه عيش. خلاص سيبها تخمر تبقى بالشكل ده كده. معانا نادي، اهلا وسهلا. صباح العسل على نوبة حبيبتي. يا صباح الفل عليك، ازيك؟ عامله ايه يا روحي؟ توحشيني يا نوبة. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله. كل يوم مرتين وبرضه. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. هقول لك فجأة، انت نفس البلوزه زي بتاعتي بالظبط. والله ما شاء الله عليكي، ربنا يديك الصحة يا رب. حاجة جميلة وتليق عليكي. الله يكرمك يا رب، الله يخليكي. سمحت عندي استفسار يا نوبة. اتفضلي. الكيكه بتاعة جوز الهند، لما ابدل اللبن الرايب بالزبادي احط قد ايه زبادي بقى لو سمحتي؟ يعني احنا عملنا يعني كوبايه لبن رايب، هتحطي علبه زبادي ونص وعليهم نص ميه. علبه الزبادي البلدي ونص، اللي هي العلبه ونص ميه. علبه ونص ونص ميه. وقد ايه بقى، قد ايه بيكنج باودر الباكو كله؟ عادي، نفس المقدار. هو البيكنج باودر. هشرب عليكي، نزليني المقادير. حاضر، عينيا عينيا. الله يخليكي، الله يخليكي. شكرا جدا ليكي.
بصوا كده بعمل الصباع كده بتاع ال مقاديري كيكه جوز الهند لو سمحتوا. ماشي، وممكن اخدها على الناحيه التخينه شويه وممكن الرفيعه دي كده. حاضر الرفيعه اهي دي حلوه. ماشي، احنا نفصلها زي ما احنا عايزين، نعملها صوابع كده، وممكن كمان يعني تعمليها صوابع صوابع كده. ماشي، وبعدين شفت انا سايباها برده، كنت سايبه شويه صوابع بيت ايه بيخمروا اهي كده. هي صباع بس ادوس عليها كده من ناحيه واسيب الناحيه التانيه تتني فوق صوابعي كده بالشكل ده بس. فتعملك بقى كده وفيها فراغ من جوه زي بتشتريها من بره بالظبط. شايفه شكلها ايه؟ هي كده بالظبط، بس هي صوابع زينب من انواع الحشره الثقيله شويه. ماشي، انا هشوف الفرن بسرعه بسرعه. كيكه جوز الهند والشوكولاته هي دي، استنى اشوفها لكم ثواني. ممكن الجلاش كده حلو اهو، والكنافه نزلها تحت شويه. معانا مين؟ معانا يوسف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذه نجلاء. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ انا مش عايز حاجه بس بصبح عليكي. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك، شكرا جدا. يا صباح الفل عليك. ورقه الومنيوم او صينيه زي ما عملت في الثانيه كده، اغطي صينيه الجلاش. العسل بارد وهي سخنه، تمام كده. طيب انا نزلت بس الكنافه تحت عشان تبدا ايه تحمر كويس على مهلها، وهي طبعا عندي زيت للقلي. باخد بقى صوابع زينب وابدا ان انا اقليها. ورق ايه اهو، وانزل برده في العسل البارد. كله بقى كده طبعا، كل ما بتخمر شويه يعني، اما اسيبها بعد ما شكلتها كده واسيبها شويه طبعا بتبقى احسن كتير. نجيب العسل البارد. معانا نجوى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله الحمد لله. انا بس كنت عايزه اعرف العيش التورتيلا او العيش السوري اللي هما بيعملوا فيه بيلفوا فيه الشاورما دي. المقادير بتاعته ايه؟ حاضر عينيا. العيش السوري يا اولاد، شكرا جدا ليكي. هما كمان ليهم طريقه سوى كده معينه بيعملوها على مخده كده وعلى حاجه كبيره قوي، بتفرق عن احنا بنعمله. احنا بنعمله صغير شويه عشان ما عندناش امكانيه اللي هي عندهم، اللي بيعملوا بيها مخده وحاجه كبيره كده زي فرن كبير بيعملوا عليه، بتبقى حاجه ثانيه الكبير اللي بيعملوه ده. انما احنا بنعمله على قدنا، حاجات صغننه بس برضه يبقى نفس الطعم يعني ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. ادي كده صوابع زينب بحمرها بس حلو قوي، شعورنا جميل كده، وانزلها في العسل البارد بس كده. طبعا حبه زي جوز الهند، حبه سيبها زي ما هي كده اللي يريحك، بس انا سايباها على اصولها. كان نفسي النهارده اعمل لكم كمان بلح الشام عشان تبقى كملت بقى بتاع عربيه الحلويات الشرقيه المصريه، بيبقى عندهم بلح الشام وزلابيا وصوابع زينب، بس دي عايزه وقت بقى، فان شاء الله دي اعملها لوحدها. بلح الشام اعمله لوحده تاني ان شاء الله ان شاء الله. حاضر ماشي كده. طبعا انا معايا مقادير الزلابيا، انا عايزه اعجنها، هي سهله خالص. هي الثانيه برده على دي ما تتحمر حلو. الزلابيا او لقمه القاضي هي عباره عن كوبايتين دقيق، ربع كوبايه من النشا، رشه ملح ورشه سكر ومعلقه صغيره خميره بس، ونعجن ميه عجينه سايله. كوبايتين دقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، ربع كوبايه نشا، رشه السكر ورشة الملح ومعلقة خميرة صغيرة، ونعجن عجينة طرية. انتوا طبعا عارفين عجينة الزلابية الطرية. ماشي، اقلبهم كده على بعض. حاضر،
احط الميه دفعه كبيره كده مره واحده عشان ما تعجنش مني وتغلبني وانا بفكها، لان ممكن عندي تتفك كده وان انا ازودها شويه، دي كمان دي عندي اسهل، يعني هي لو اتفكت مني اول خفت وابدا ازودها شويه دي صغيرين، ده عندي اسهل من ان انا تبقى تخينه وابدا ان انا ازودها ايه ميه وافك فيها. خلاص كده، بس كده بمعلقه بالمضرب اليدوي، ما بتاخدش وقت معايا خالص. تمام، بس هي بقى تخمر وبعدين برضو بقليها في الزيت، طبعا هقليها لما تجولي من الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ويا رجالة من فاصل. بصوا بقى، دي عجينة الزلابية او لقمة القاضي بعد ما خمرت، طبعا مش دي اللي انا عملتها من شوية، لا دي اللي عملها من قبل الحلقة. بتسيبيها حوالي نص ساعة تخمر وتبقى بالشكل ده، ماشي. طبعا بتقلبيها، هي حلوة قوي في الزلابية او لقمة القاضي ان انا اخمرها مرتين، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عملتها اهو وخمرت قوي، براجعي بقلبها تاني ومهبطاها وسيبها كمان شوية وبعدين اروح ايه ابدأ ان انا اشتغل بيها. خلاص كده، بس هي العجينه كده ان شاء الله دي مناسبه. بجيب بقى طبق فيه ميه كده ومعلقه، وفي ناس تحب الزيت، يعني في ناس تقول لا انا احبها زيت اكتر ما تكون ميه، فكده او كده اهم حاجه عندي ما تلزقش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، اخد بس كده ايه، انا بنضف المعلقه وبعدين باخد ايه ايدي على نص المعلقه كده واسيب حته فاضيه في الاخر ان انا ايه اعمل العجينه كده، وعلى نص المعلقه اوصاها لصباعي وبعدين اروح ايه منزلاها في الزيت بالشكل ده. طبعا عايز زيت اسخن من كده عشان تنزل تدور على طول، ان هي لما تكون بارده شويه بتاخد فرصه ان هي تتفتح، اما تسخن لا بتبقى حلوه بتنزل كوره على طول. انا اشتغل وهي هتسخن معايا. وكل ما تكون المعلقه نظيفه كل ما تطلع معاكي مدوره احسن. طبعا انا عايزاها مثلا ما اقرمشها قوي زي بشتريها من بره، حتى انت لو وقفتي جنب راجل وهو بيقلي هتلاقيه بيقليها مرتين، بتلاقيه بيحط لك من الصاج طلعك سخنه بيطلعها لك ايه وبياخد من جنبيه كده في مقليين صفر شويه ويروح مكمل عليهم قليه، تبقى ناشفه جدا بقى تقعد معاك لتاني يوم ناشفه. ايه هو السبب؟ ان انا بقليها مرتين. ماشي، انما لو هاكلها دلوقتي على طول لا، هي مره واحده حلوه قوي. معانا مريم، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا مريم؟ ازيك ازيك يا بني، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انتي؟ عشمتني حضرتك، ما بطلش حضرتك اتفرج عليكي. ربنا يخليكي. انتي في سنه كام مريم؟ انتي في سنه كام؟ انا سنه سته. سنه سته، ايه اخبار المطبخ معاكي؟ عملتي حاجه ولا لسه؟ نعم، عملتي حاجه في المطبخ ولا لسه؟ انا بعرف اعمل الكريب وبعرف اعمل مكرونه بشاميل. يا سلام، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. بتساعدي ماما يعني في المطبخ؟ كتير. برافو عليكي. طب قولي لك اي سؤال. بس كنت عايزه اقول لحضرتك، كنت عايزه اعمل ايس كريم شوكولاته. حاضر، عينيا ان شاء الله هنعمل ايس كريمات كتير عشان بقى الصيف خلاص اهو، فهنعمل ان شاء الله انواع كتير جدا. معانا صفي ناز، اهلا وسهلا. الو الو، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله والله، انا ولادي كلهم بيحبوكي يوسف ومحمد، ما شاء الله جدا. ربنا يخليكي يا رب، تسلمي. قولي لي كل حاجه انت بتعمليها بصراحه، انت متميزه بصراحه يعني، ربنا يكرمك. زمان قوي ده من ذوقك والله يا حبيبتي، ده من ذوقك، ربنا يخليكي. قولي لك اي سؤال. ان شاء الله. نعم، ليك اي سؤال؟ لا والله، انا يوسف فاجئني ان هو بيتصل بحضرتك وبيحبك جدا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبه، متشكره جدا، شكرا جدا ليكي. بصوا بقى، الحبه اللي احنا كلهم دلوقتي على طول هحمرهم حلوه قوي، اللي انا عايزه اخليه بالليل بقى اروح ايه شايلاها صفرة شويه واسيبها عادي تبرد. عارفه حتى كنت احطها في الثلاجه لمده يومين مش هيحصل لها حاجه، اعوز عندي ضيوف مثلا او عايزه اعمل للاولاد حاجه حلوه كده سريعه بطلع من اللي في الثلاجه واقليه تاني من غير عسل طبعا، يعني انا بخليه اصفر بس واشيله. اعوز بقى ايه عايزه اكله منه سخن بجيبه احمره تاني وبعدين اروح حطاه في العسل، يا
يعني لما احتفظ بيه في التلاجة لمدة يومين ده بيبقى أصفر بس. يعني لو محمراه بخليه أصفر وأشيله. معانا هدير، أهلا وسهلا. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله، إيه أخبارك؟ كويسة. الحمد لله يا رب دايما. قولي لي ليك أي سؤال؟ عايزة طريقة الحلاوة الطحينية. حلاوة الطحينية، حاضر عيني. حاجة تانية؟ والطحينة. والطحينة، ماشي. حلاوة الطحينية والطحينة يا أولاد. شكرا جدا ليكي. تعملي الطحينة الأول بقى وطلعي منها الحلاوة. حاضر، خلاص أنا بس إيه هفضل أقلب في ده كده أحمره حلو قوي، وهطلع فاصل دلوقتي وهنرجع بعد الفاصل. أقول لكم عملنا إيه مع بعض، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وجايبه لكم احلى طبق، حاجه حلوه. بنت طمان، اسمك ايه؟ عاليه. سامعينها؟ اسمها عاليه. ونونا اسمها ايه؟ نونا دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فراشه. لا مش سامعاكي. فراشه. فراشه، مسميه عروستها فراشه. ماشي يا عاليه. عاليه منوره طول النهار النهارده، باباها طمان مذنبها معانا من الصبح. بس طبعا احنا بنشكرك جدا انك حضرتي معانا وساعدتنا بكل حاجه في الفاصل. احنا عملنا ايه يا عاليه النهارده؟ دي اسمها ايه؟ اسمها ايه دي؟ بسبوسه. بسبوسه، برافو عليكي. ودي اسمها ايه؟ ها؟ كنافه؟ كنافه. ودي جلاش وصوابع زينب. كل بابا يجيك بقى معانا كل يوم، ماشي؟ خلاص، هي هتبقى متعهده انها تيجي تساعدني كل يوم شويه. خلاص يا عاليه؟ طبعا بنشكرها جدا، بنشكر طمان، ده طبعا الحاجه حلوه النهارده دوت. فالنهارده احنا عملنا مع بعض الحلويات الشرقيه. البسبوسه اللي عملناها من كوبايتين من دي سميد، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه، كوبايه من الزبادي، معلقه صغيره بيكنج باودر، وعجناهم كلهم مع بعض ونص، ويا دوبك فردناها. هي عجينه تبقى سميكه شويه، مش خفيفه خالص. لو اتصبت صبت تعرف ان هي مش ناجحه. عملتها العسل بتاعها اللي هو كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عصره ليمونه، بيغلوا لمده 7-8 دقائق. هتدوقيها النهارده يا عليا؟ ماشي. هي بقى تقول ايه رايها. وعملنا مع بعض كمان الكنافه اللي عملناها بالقشطه او المهلبيه اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين كبار من النشا وفانيليا، وخليتها تغلي على النار لغايه ما تقلت. الكنافه بعد كده جبت فرقتها مع النص كوبايه من السكر، هي نص كيلو كنافه مع نص كوبايه من السكر. جبت صينيه حطيت فيها شويه سمنه وفردت فيها كنافه، وبعد كده حطيت عليها المهلبيه وفردت كنافه كمان ورشيت عليها سمنه من فوق ودخلتها الفرن وقلبتها. دي على الناحيه الثانيه على فكره بالشكل ده، بعد ما سقيتها العسل وغطيتها بعد شويه رحت قلباها. عملنا مع بعض الجلاش اللي بالمكسرات، اي مكسرات عندك ولا حاجه. احنا فردنا ورقه كام، نص كميه الجلاش بين كل ورقه وورقه مسحه من السمنه. حطيت عليها المكسرات اللي انتوا عايزينها. بعد كده حطيت نص كلاش التاني، وبعدين قطعتها ودخلتها الفرن. خلاص، بعد ما طلعت سقيتها بالعسل البارد، البسبوسه العسل يكون سخن، الكنافه، الجلاش لا بيبقى العسل بارد، وكمان صوابع زينب، وكمان لقمه القاضي. صوابع زينب دي احنا عملناها ازاي؟ كوبايه من دقيق السميد، كوبايه من الدقيق الابيض، معلقه صغيره من الخميره، رشه الملح، رشه السكر، وعجناها بالميه ومعلقتين من الزيت فقط لا غير. ستات تخمر، قطعتها صوابع مشيتها على المبشره ورحت قلياها في الايه، في الزيت. لقمه القاضي او الزلابيه اللي احنا بنقول عليها دي عباره عن كوبايتين من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، رشه ملح ورشه سكر، ومعلقه خميره صغيره، وعجناها برده بالميه عجينه سايله. سبتها تخمر، بعد كده هبطتها، وبعدين سبتها تخمر تاني كمان شويه، وعملتها بالمعلقه. يعني طلعت بطه ووزه بس مش مشكله. لو الزيت يبقى سخن شويه، لا بتنزل تعمل كوره على طول. طبعا بيرجع برده لسمك العجينه، لو العجينه طريه قوي بتعملك البطه والوزه دي، انما لو مظبوطه قوي يعني سمك معقول بتطلع الدايره مظبوطه. تمام، ممكن نزوقهم بايه يا عاليه؟ ممكن تحط لنا جوز هند؟ ايه رايك نحط على ايه؟ شاوري، تحطي على ايه جوز هند؟ بسبوسه ولا كنافه؟ تحطي على بسبوسه. طب يلا عاليه، حتى النهارده هتطبخ لنا يا جماعه، هتزوق لنا البسبوسه. يلا حطي كده هنا وحطي هنا، يلا امسكي كده رشي بقى. ايوه يا سلام، كمان مره. يلا الله على الجمال، يلا كمان مره. شفتوا الفن يا اولاد؟ يلا كمان مره.
فنانه كمان مره كمان مره. اه طالعه طبعاً باشا. يلا كمان مره. الله عليكي الله. يلا يلا كمان خلصي كل الصينيه. شفت الشطاره والحلاوه؟ طبعا لما الاولاد بيساعدوكوا في حاجه زي كده بينبسطوا قوي. مبسوطه عليها؟ شكرا جدا بفن عليا طمان الهايل ده. ويا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. الى اللقاء. قولوا باي باي علي. باي. Thank you.